صافي صافي. اجي قربي هنا. انا واخا شنو واقع هنا؟ شنو واقع دابا هنا في عين؟ شنو واقع؟ سيدي انا ساكنه بدوار عبد الحي مده 60 عام وراجلي ساكن تما ومجموعه انا وولادي. عندي اربعه الاولاد وثلاثه البنات ياك. هاد البنت ما حالها بحدها عندها نص بقعه ديالها. ناضو دامجوها مع باها عطاوها البقعه خاص الراجل ياخذ نص بقعه ديالو. داروا لينا حنا ثلاثه في بقعه وهاد المقدم باع وشرى بالدوار. بنتك دابا فين هي بنتك؟ بنتي هي تاجنينها مخازنيه وتاجنينها المقدمين. جينا دابا قال لك جيو عند اللجنه باش تفكوا هذا المشكل. جينا المقدم تلاح عليها من الدروج ديال البوسط وبرك عليها. علاش؟ حنا لايف لايف اختي. حنا لايف. علاش؟ وقف اخويا. لازم تمشي لحد من عند امك. حنا لايف. علاش؟ سيري سيري تبوك الكلب نطرقو كاملين. سيري حنا جايين قال لك اللجنه جيو عندنا باش نفكوا لكم هذا المشكل. جينا عند اللجنه وقفنا المقدم تاع من الدروج شنق على هذه الدريه وبرك عليها هو غليظ برك على الدريه قجها تبغى يخرج لها روحها. هذا الشيء واش من موحل هذا المقدم يبيعها الدوار. بنتك شنو دارت لي بنتك؟ بنتي جايه قالت لي زيدوا عاودوا تفاكوا معايا بهذا الشيء. انا عندي نص بقعه وعندي بنت ما نديش ربع بقعه معاكم تفاكوا معايا. قالوا لنا اللجنه سيروا تجيو. سمعتي؟ قالوا لنا اللجنه سيروا تجيو. ملي جينا بحالنا كنتسناو في اللجنه تلاح حنت عرب راسه واكل الفلوس باع الدوار اللي تسكن عيامس. واش عندكم دليل على هذا الشيء؟ كاين شي دليل؟ انا عندي دليل ريب لي على حوايجي. لا الدليل على الفلوس. انا كاين شي دليل؟ شوف انا ريب لي نقدم على حوايجي وقلت ليه راه عيت تجي بنتي. قال لي بنتك ولادي حرام عليا تندير لها حقها. ملي جينا ولينا نوقفوا قدام البوسط كيحل لما بغى المال الفلوس كيدوز فيهم ولينا عنده فلوس كيجي عليه. علاش؟ انتم شحال طلبوا لكم انتم؟ انا وجدوا لي وتكرفس بنتي مع الصباح واش هذا حق سيدنا وبنتي شادينها شادينها وكيحلموا بحلوبهم تدوها الحبس. ونقدم بغى يعمل داك الشيء. كاين اللي عنده بيت خرج لي جوج البيبان وشد منه الفلوس وعطاه الحق وكان يسكن عيامس دار ليه نص بقعه ديالو وحنا اللي قدام ردمونا. بغيت تقولي للناس المسؤولين شنو تبغي توجهي لهم؟ انا كنطلب حقي. الناس المسؤولين. انا كنطلب حقي وحق ولادي. انا كنطلب حقي وحق ولادي ضاحوا. انا ولادي ضاحوا. انا ولادي ضاحوا من السجون عنده خمس. انا كنشوف راسك كتصور. انا السك. والله ما سمعتك. مرحبا. انا حقنا ضيع ضيعوا لنا المقدم. ما عندنا مشكل مع التوا. دابا حقكم مازال ما خديتوش. دابا خدينا ردمونا وركيب لي المقدم وداروا لنا مثالته. ولكن الدريه ملي شافت اللي سكن عي عام عطاو نص بقعه واللي حياته في البراكه دامجوا ثلاثه طرات ونتكرتوا حنا انا وبناتي. ما يمكنش. دابا تعرضتي ال انا تعرضت على تكرفس بنتي اللي تكرفست وعلى المقدم على الحق اللي عطانا وريب لي على حوايجي. ما يمكنش تيري بحالاتك تيري بحالك. يلا تصيري عندي تصيري. إذا المشاهدين كيف ما كتابونا احنا مباشرة من أمام المقاطعة ديال عين دير. أما أختي كندير خدمتي ما تمكنش تحيدينا أختي منها. سيري أختي الله معك. إذا مشاهدينا كيف ما تابعتوا معنا احنا مباشرة من أمام المقاطعة ديال عين الدياب. هادو هذه الإب هذه الأم ديال واحد ابنها اللي جات كطالب بالحق ديالها على قبل الاستفادة وفي الأخير